ما بتعرفوا قديش معجوقة هالفترة يا صبايا. صحيح، سمعت انكم تبنيتوا ولد نوران. ايه مزبوط، ابو الصبي وامه متوفين، هالمسكين قلنا بنعمل خير فجبناه. خير ما عملتي انتي وزوجك، صراحة كنت ناوية السنة الماضية اتبنى ولد مثلك، بس انا ما تجرأت اعمله، وانتي ست العارفين الموضوع ما نو سهل. ما هيك حق بهالشي، اللي عملتوه بده شجاعة وإحساس بالمسؤولية. قلي لي أنت كنتي بتعرفي أبوه وأمه شي؟ ومن وين بدي أعرفهم يعني؟ شو هالسؤال هاد؟ أنا عندي فضول أتعرف عليه، يا ترى مين هذا الصبي؟ ولد ابن عائلة فقيرة، لما إجا كانت ريحته طالعة. شكرا لك. صحة وهنا. هو إله شهر عنا بالبيت، لسه ما تعود علينا، تصرفاته غريبة وفوضوي. وهو أخرس نورهان؟ إيه أخرس مزبوط. عن جد ما بيحكي المسكين؟ وكيف تتفاهموا معه لكان؟ قصدي شلون تتواصلوا؟ حاولنا نتعايش معه، يعني بس بإن شوي لما يتضايق. نوران كيف يعني؟ عم يصرخ مثلا؟ أو عم يحاول يقلكن شي؟ أي ما بعرف، ما عم دقق عليه. صار عندي فضول شوفه لهالصبي. كوسار؟ نعم مدام. جيبي خليل لهون. هو نايم؟ إيه فايقيه عادي. بس يعني ليش واقفة؟ اعملي اللي عم قلك عليه وروحي فايقيه. يلا روحي جيبي كوسار. أمرك. بسرعة يلا. لا تفيق الولد، ما في داعي. إيه شو هالقصة؟ بيرجع بينام بعد ما أنتوا تشوفوه. خليل؟ خليل؟ في ابني؟ خليل؟ يلا تعا، ست نوران بدها إياك. يلا على مهلك. ضيوف الست نوران بدهم يشوفوك، خمس دقايق وبترجع بتنام. يلا ما تواخذنا يا روحي انت. يلا ايوتي. مو معقولة انت، حكياتك شو حلوين. ها تعال خليل. يا عمري لساته صغير. اللي قديش عمرك؟ الولد اخرس، كيف بده يجاوبك؟ يا حرام، زعلت عليك. ليش حرام؟ عايش أحسن من كل أولاد جيله. شو بده أحلى من هيك؟ يعني أنت ما بتحكي أبداً؟ بيسمعنا شو عم نحكي ما هيك؟ حبيبي أنا اسمي سيدرا، شو اسمك أنت؟ ما بيحكي بس بيطالع أصوات غريبة أحياناً، نحنا ما بنقدر نفهم عليه. يمكن يحكي بعدين. كأنه الولد بده يحكي شي. شو بدك تقول؟ ما عم بفهم عليك. ست نوران شو في داسة على رجلي؟ ما انتبهت، آسفة يا قلبي. وجعتك خليل؟ هات بوسل حتى راضيك. كوسر يلا خدي على تخته، خليه يروح ينام ويرتاح. يلا. برافو عليكي يا نوران، اللي عملتي معه كتير منيح. برافو عليكي. هلأ ما عاد لحاله، صار عنده عيلة. ممتاز، بحبه، همه الوحيد يساعده، رح يقدم له اللي بيقدر عليه. تعرفوا الإنسان لازم يعمل خير دائما، صح؟ صح حبيبتي، وإذا كان فيه أصل رح يعترف بجميلكم. إن شاء الله، بتمنى. إن شاء الله حبيبتي. اوعك تزعل، الله كبير. يا ربي دخيلك، ليش خليته يجي على هالبيت ويعذبه؟ استغفر الله. حبيب قلبي خليل، شو قلبك طيب يا عيوني؟ نام يا روحي، الا ما الله يفرج عليك. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.